عن آخر لقاء من فترة قصيرة عقدت حضرتك مع العلامة السيد علي فضل الله ابن العلامة الشهير رحمه الله سيد محمد حسين فضل الله مع الرئيس السوري بشار الأسد. يعني ليش طلعت أنت والعلامة السيد علي فضل الله لعند الرئيس الأسد؟ وهل هيدا كان بالتنسيق مع حزب الله ولا لا؟ بالتنسيق لا، ما صار تنسيق، صار في تواصل اتصال مع الرئيس حول استقبال السيد علي وانا معه طبعا. لا بدون تنسيق. هلا في ناحيه انا قلتها من شوي بحب اعود اكد عليها، الرئيس الاسد لم يخفي ولا مره الايديولوجية العربية، حتى حين استقبله السيد الخامنئي في اخر لقاء في طهران قال له، ما بعرف اذا تتذكروا، قال له اهلا بالبطل القومي العربي واحتضنه ضاحكا. حين سقط محمد مرسي في القاهرة قال لقد سقط الاسلام السياسي. حين ألقى خطاب القسم بعد انتخابه رئيسا قال إن الانتماء المذهبي ليس انتماء، وإن الانتماء الديني ليس انتماء. طيب بما أنه الانتماء هو الانتماء القومي، بما أنه يعني ذكرتك في الرجل أستاذ رياض، بما أنه ذكرتك أقوى من ذكرتي مشان ما أنسى السؤال، شو كان سبب اللقاء مع الرئيس الأسد والسيد علي؟ مش أنا بعرف أنه مجموعة من اللبنانيين طلبوا اللقاء، ومن جملتها طلبي أنا موضوع السيد فضل الله. أنا قلت للسيد علي فضل الله حتى قبل الذهاب إلى دمشق إن الرئيس الأسد في ذاكرته تقدير كبير لدور السيد محمد حسين فضل الله، واللي كان لك دور فيه شخصيا، دور كبير، تقدير كبير لأمرين. الأمر الأول هذا الانفتاح الذي كان عليه السيد محمد فضل الله، هذه العقلانية التي كانت عند السيد محمد حسين فضل الله، ثم هذا الاتجاه العربي الذي كان عند السيد محمد حسين فضل الله. بعدين في شيء ثالث، انه حضرتك تاريخيا بالتواصل بين السيد محمد حسين فضل الله وسوريا جنبت مجزرة كان ممكن تصير بالضاحية. صحيح. وقال لك السيد محمد حسين فضل صحيح. الله أنه هو يعطي الإذن أو هو يريد أن يدخل الجيش السوري هو ضاحية. أنا اتصل في بعد معركة أمل وحزب الله في الضاحية. أوكي. وأتت القوات السورية لتطويق وطوقت الضاحية آنذاك منعا لدخول حزب الله والقضاء نهائيا على أمل بالشيوعي. فاتصل في السيد فضل الله وقال ما يلي، قال بلغ الرئيس الأسد أنا أطلب منه استقبال وفد من قيادة حزب الله وطمأنتهم، وأنا أضمن له دخول الضاحية بدون ضربة كف. وهذا اللي صار. هل قال لك صحيح انه اذا اختلفت سوريا مع ايران ان اقف الى جانب سوريا؟ في يعني مرحله مره ثانيه في مرحلتين. اوكي. طيب يقدر دور السيد محمد حسين فضل الله، وبتصور جزء كبير من العالم يقدر فكره الانفتاحي الموسوعي الرائد كان والحوار التحاوري المهم، لكن شو صار باللقاء؟ حتى لو المجالس بالأمانات يعني عكس لنا شوية جو، شو حكي الرئيس الأسد مع السيد علي بحضورك؟ يعني برجع بقول أنه الرئيس الأسد لا يخفي هذا الانتماء القومي كذا آخره وعمله في هذا المجال طبعا. والعروبة هون يعني مع احترامي للي بيقولوا عن عروبة حضارية وعروبة ما بعرف إيه، العروبة انتماء والانتماء له مستلزمات. أوكي. يعني انا يعني ما حكي مع السيد علي عن العروبة، انا عن ما في عن عروبة الشيعة مثلا، كون عربي كون عربي يروح طبع مع اسرائيل. يعني في كمان العروبة لها مستلزماتها، في ما يترتب عليها هذا الانتماء، مش مجرد انتماء هيك عاطفي. طيب خبرنا شو صار باللقاء احسن ما انا اخبر. فيعني فباللقاء كان يعني الرئيس الأسد صار واضح انه
يجب أن تتضافر الجهود لمحاربة التطرف الإسلامي أو كل التطرف إسلامي أو غير إسلامي. صحيح طلب منه التواصل مع الأزهر أو تمنى عليه؟ سأل، يعني لم يطلب، سأل عن العلاقة مع الأزهر، سأل لأنه بيعرف كان علاقة السيد محمد حسين بن الله قوية بالأزهر، وسأل عن علاقتهم بمجموعات المغرب التي أيضا للسيد مريدين كثيرين في المغرب من العربي. الطرق الصوفية طبعا. طيب نحكى بالموضوع العروبي، يعني اسمح لي بالتعبير وحضرتك، ضد التطرف والتوجه العربي. إذا التوجه إلى الإسلام المعتدل بنظره أنه هيدا موجود بالأزهر، خصوصا لازم التواصل مع الأزهر، والتوجه العروبي عمليا طبعا. أوكي، هل صحيح أنه لم يذكر أي اسم إلا اسم الرئيس ميشيل عون في اللقاء؟ في اللقاء تجنب الرئيس الأسد الحقيقة الحديث عن لبنان، وفي مجال حديثه ما أتذكر بأي موضوع ذكر ميشيل عون وذكر الرئيس عون بإيجابية. نعم. شو قال عنه؟ ما عاد بتذكر فعلا الكلمات، بس حاربنا بشجاعة وصلحنا. لا ما قال هيك بس ذكر.